طب المغضوب عليهم انا بقول 4 انت ممكن تصحح لي اذا كانوا اكتر او اقل او انا غلطان. طارق حامد، ابو جبل، احمد فتوح، بن شرقي، وهضيف عليهم سيف الجزيري 5. لا هو مش مقتنع بسيف الجزيري خالص خالص، هو حتى ولا هو عشان اتاخر اتضايق؟ لا هو متاخر ماشي، لكن هو في الاخر في الاول وفي الاخر هو من ساعه ما جه، من ساعه ما جه هو دايما يقول لك لا هو مش اساسي بالنسبه لي، مش المهاجم بتاعي، بيقولها دايما كده، مش مقتنع بيه. دليل انه بيلعب عليه عمرو السعيد. عمر السعيد، عمر السعيد يعني عمر عمر ما انا عمر وعمر دي دايما طول عمري يعني يعني دايما اقول لك يعني عمر عمر انت مش مركز معاه بتغلط فيه. لا دي على مش طول مش عاجبك هو؟ لا 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 هو مجتهد وكل حاجه، بس انت خلي الجزيري، الجزيري ده مهاجم منتخب تونس. لا هو مش مقتنع بيه خالص، بس خد بالك هو طريقه لعبه برضه 4-3-3 دي عايز المهاجم اللي هو القوي، اذا عارف انت مصطفى محمد مع كيروش مش شريف. يعني انت عارف نفس الفكره، مصطفى وشريف، مصطفى المهاجم 9 اللي بينزل يستلم، بينزل نص الملعب يبقى محطه او يبقى مع الكرانر والعرضيات وبتاع اللي هو بدماغه، وفي شكل تاني شريف اللي هو المتحرك على الجنبين او بتاع، فده الجزيري وده عمر السعيد. فهو ما هو بيحب المهاجم طبعا. يعني ممكن يحب مروان جدا طبعا، لا لا هو يعني هيحب يحب الحاجات دي، لكن هو سيسيه برضو مش مقتنع بيه قوي. يعني نضيف سيسيه المغضوب عليه طبعا، يعني كده السادس. مش حبه يعني. طب نمسكهم واحد واحد، نبدا ببن شرقي. بس سيسيه والجزيري قصه ثانيه، طب خليهم للاخر. نبدا بن شرقي على اعتبار ان هو النجم من النجوم الاساسيين في نادي الزمالك، تمام، واللي المفترض الزمالك بيسعى بقوه لتجديد عقده، وانه وجوده في الزمالك كان مهم جدا في السنين اللي فاتت، وانه من اللعيبه الايجابيه جدا ومن هدافين الزمالك، افضل على فكره وينج ليفت في مصر، تمام، الحقيقه يعني. بن شرقي الغريب اللي انا عمال اسمع ان علاقته بفيريرا مش على احسن حاجه. تمام، انت الاول فاكر ان في رهان بينا على بن شرقي ولا نسيت؟ لا فاكر. طيب انا قلت ايه، ان يا الزمالك يا بره، احنا هنروح العشاء. عشاء طبعا، ده غير العشاء الاولاني، غير العشاء اللي مع اصحابنا. ماشي طيب فال ما انا جاي هنا استغلك يعني. وماله بس يا خوفة عشين انت؟ لا لا ما تقلقش. ماشي. فبن شرقي يعني هو قصته ايه؟ طبعا بيشتكي من الوضع ده. بن شرقي فاضل له مع الزمالك كام؟ 10 ايام. 10 ايام انت بتتكلم، احنا دخلنا خلاص في احنا 20 يونيو. فانت بتتكلم عن 10 يونيو، على فكره 30 يوم يبقى يعني من بكره 9 ايام، من بكره عدي 9 ايام. عدي 9 ايام يعني بكره 21. طب انت لعيب فاضل له كده، خد منه كل حاجه، انت بتخرجه في ماتش زي ده ليه؟ وبن شرقي عايز يسوق نفسه، يسوق نفسه لو يطلع بره، لو ده اللي كان مضايقه. فهو طبعا هو ليه العلاقه مش كويسه بينهم؟ هو بن شرقي متعود لما بيسافر، ده بيسافر دبي زي ما قلت لك على طول، حتى ما بيروحش. هو شكله بيحب الفسح والتنطيط وبتاع. نجم بس الناس دايما تربط دبي راح يعقد. لا 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 هو هو بيحب من يوم ما جه الزمالك هو اجازاته كلها في دبي على طول. فهو بيقوم ضارب يومين زياده على طول، وتعود مع كارترون مع اي مدرب. بس ده مش صح برضه. ما طبعا ما انا بقول لحضرتك الخلاف جه منين او القصه جت ازاي. فاي مدرب كان ساعات يفوتها يعمل نفسه مش واخد باله. يعني مثلا تاخد اجازه 3 ايام فتريال بعد 5 مثلا. انت عارف دي خلصت على عمرو زكي في انجلترا؟ طبعا فاكر؟ طبعا مع ستيف بروس، فاكر انت القصه؟ طبعا كان عمرو زكي يعمل كده، ينزل المنتخب مثلا 6 ايام يرجع بعد 10 ايام. خالتي، اصل عمتي، اصل خالي، مش عارف القصص اللي احنا كلنا عارفينها يعني. لكن كان كارتيرون ما فيش بيفوت. بيفوت كارتيرون. كان بن شرقي، زيزو، محمود علاء، او جبل، ما فيش يعني خط احمر، ما حدش قرب منهم. جم راحوا اتضربوا ضربوش لازم يلعبوا. طب نرجع لبن شرقي وفريرا تاني. فخلاص هو ما عندوش كلام ده، والراجل صارم. يعني يا سيدي قال لك لا، ما دام متاخر عشان كده اتحط احتياطي في الداخليه. معاك انا هنا. قلت كان متضايق جدا. طبعا قال لك هو وجهه نظره ان انا ما اسويش اي حد ما ملتزم في التدريبات باللي جاي وجاي. كان اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. اتفضل. الزمالك ماشي في خطوات لتجديد عقد بن شرقي ولا المساله بعيده؟ لا ماشي، بس هي قصه في ملعب بن شرقي، ولو ما جددش يبقى برضو من اهم الاسباب علاقته بفريرا. ما كنت هسالك ده سؤال تاني. طبعا. هل هو قال كده للاداره؟ ممكن اعتبرها كده. لا ما شاء الله اعتبرها قال كده مثلا ماشيها كده. يعني ماشي. قال لهم ان انا علاقتي لا ما مش هقول لهم ماشي المدرب عشان اقعد. لا ما قالش كده، بس انا مش مبسوط مع فريرا. صح، ممكن يبقى المدرب مش مبسوط مع فريرا. هو لا هو مش مبسوط طبعا. بس هو مش مبسوط، مش معنى كده ان فريرا غلطان. فريرا عايز يطبق النظام على الكل، على الصغير على الكبير قبل الصغير. ده مدرسه مختلفه. هو مدرسته كده، ما فيش نجم النجم بانه بالتزام. هو نمره واحد بالنسبه له الالتزام.
فالراجل لما بيروح اجازه بيتاخر، لا ده ما عنديش، انت مين مش مين، بنشارك البرتغاليين كده، اه بنشارك من الغربي، وده سر نجاحهم بصراحه. كيروش كده كان مانويل جوزيه كده، انا بقول لك مين مدرب الراجل بتاع الزمالك اللي كان اصلع ده اسمه ايه اللي قبل كارتيرون ده، باتشيكو. باتشيكو يعني هي مدرسه البرتغاليين كده، ما تهزرش. بس هو اكثرهم شخصيه طبعا فيريرا، شخصيه جامده، ده كمان في الولايه الاولى كان يعني لسه بقى بعزه يعني، لا يعني يعني جامد مع اللعيبه وبره الملعب حاجه تانية طبعا. لكن هو مع بن شرقي خلاص، هو دي قصه، ده الاختلاف الوحيد على فكره. لكن هو طبعا مقتنع بيه جدا ومقدره كلاعب جدا جدا جدا. لكن هو ده انا بقول لك، هو نقطته في الالتزام، فده اللي بينه وبين بن شرقي يعني علاقه بينهم مش جيده. ما انا بقول لك السبب بينه وبين فيريرا مش جيده. طب ايه حكايه فتوح؟ يعني انا فتوح سمعت انه جاهز. فعلا جاهز فتوح؟ ياه. مش متعود او مش مصاب؟ الكلام كله انه مصاب وعنده كورونا ممكن عنده كورونا وهيقعد عنده كورونا 6 سنين. ست اشهر ما لا لا هو برضو ده الكورونا بتقعد بس النوعية 72 ساعة ده في بيقعد بتقعد 3 ساعات. حسب يعني. فهي برضو قصة، برضو انت فاجئتني بالقصة دي. هو فتوح فعلا ما عندوش اصابة عضلية؟ لا 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 يعني مع المنتخب عشان كورونا وخلاص. المنتخب ده انت بتتكلم فات على المنتخب، اول ماتش كان يوم 5، الكورونا دي كانت يوم 5. هو مشكلة فتوح من بعد ما رجع من المنتخب، من بعد الكاميرون كاس الأمم، كاس الأمم يعني 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 وعرض الاحتراف وهو مش عارف ايه والكلام ده، دماغه تقلت يعني. شاف نفسه شوية يعني. فهو الراجل يعني ايه برضه حس ان هو في ماتش يعني مش ملتزم، او مش ملتزم بميعاد التدريبات، بيتأخر ويعمل، فتحس مرة واحدة قام مطلع عبد الله جمعة ورجع عبد الشافي. ده عبد الشافي كان بره على طول، انت لو تلاحظ ترجع للماتشات كان بره قاعد فتره غايب. لا ده مش في الاحتياط، كان بره خالص، بره ال 18. فهو كان مدي الفرصه كلها لفتوح، فانا اظن هو برضو قافش على فتوح يعني. يعني الفتره الجايه هيبقى في استمرار لاستبعاد فتوح ممكن؟ ما هو ده لا ده هو نوع على كده، بس ايه اللي هيحصل مش بتاعتي. لكن هو اللي بكلمك النهارده هو لا فتوح مش في دماغه، مش في حساباته. لا يعني فتوح هيبعد الفتره دي، ما هو يبعد، بس هل ممكن القصه تخلص خلاص يكتفي يعني تجهيزه لعبد الله جمعه وعبد الشافي بيقول كده؟ لان هو مش هيرجع يلعب تاني خلاص بخمسه يعني هيلعب، هيرجع لطريقته. عندك عبد الشافي باك ليفت، وعندك عبد الله جمعه ممكن موجود. ممكن طبعا، ممكن بنسبه كبيره. فالموضوع على فتوح لازم لان الراجل ده مكمل. بس عايز اقول لفتوح الراجل ده لسه قدامه سنه كمان. يعني برضه عشان اللعيبه تبقى فاهمه ان الراجل ده، بس هي ممكن القصه تخلص، لكن لغايه دلوقتي واحنا بنتكلم تخلص علاقته مع، انا عشان كده بقول لفتوح كده. انه انت لازم تلتزم مع يعني. وانا ما بقتش قادر افهم برضه اللعيب اللي ما بيركزش ده، اصل يعني هم شافوا ده مع كارتيرون. دلع دلع ده، دلع مسخ.